تقول إلى ذلك اليوم الذي ماتت فيه فاطمة كانت على أحسن ما تكون عليه النساء. في ذلك اليوم شفتها سليمة قلت الحمد لله يا رب. هاي الزهراء اليوم عافاها الله، والحسن والحسين كل يوم يذهبان إلى قبر جدهما، يقف الحسين يضع يديه على صدره ويقول يا جدا يا رسول الله جئت أطلب شفاء أمي فاطمة. الله أكبر. حتى الأطفال عاشوا مرض الزهراء وعلة الزهراء. تقول أسماء لكن بذاك اليوم شفت فاطمة نشيطة الحمد لله، قامت اغتسلت تطيبت لبست أحسن ثيابها، غسلت أولادها الحسن والحسين وأرسلتهما خارج الدار وقالت يا أسماء يا أسماء يا أنا داخل أقرأ القرآن، إذا سمعت صوت خفاض نادني فإن أجبتك وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. تقول أسماء بعد ذلك بقيت زينب بالدار، نادتها الزهراء يا بني عندي وصايا تعالي تعالي. نعم يا أمه. قالت يا بني اقتربي مني. اقتربت زينب قبلتها في نحرها وشمتها في صدرها ونادت بني زينب هذه وصيتي عندك. خير يا أمه. قالت بني زينب هاي الوصية بكربلاء إذا صار الحسين وحيدا فريدا. لذا يوم كربلاء لما أراد الحسين في الحملة الأخيرة ودع النساء قالت له زينب أخي إلي حاجة. قال ما حاجتك يا أختاه؟ قالت أخي حاجتي أن تنزل من على ظهر الجواد. نزل الحسين من على ظهر الجواد. قالت أخي فك لي أزرار درعك. فك الحسين أزرار درعه. قالت أخي اكشف لي عن صدرك. كشف الحسين عن صدره. أقبلت زينب شمته في صدره، قبلته في نحره وتوجهت نحو المدينة ونادت يا أمه يا زهراء لقد استرجعت الوديعة. قال الحسين أخي زينب وما الوديعة؟ قالت أخي أعلم لما دنت الوفاة من أمنا فاطمة دعتني إليها، قبلتني في نحري، شمتني في صدري وقالت بني زينب إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا في كربلاء فقبليه في نحره لأنه موضع السيوف، وشميه في صدره لأنه موضع حوافر الخيل. لذا زينب يوم عاشوراء بعد ما صار الحسين جسد بلا رأس توجهت نحو المدينة تخاطب أمها تقلها يما والأصعب مصيبة شفت بعيون الشمير يذبح حسيني. الله أكبر. يلا يا زهراء انت عندك حرق للباب وكسر للضليع وأنا عندي حرق بكربلاء للخيام. تقلها نارك وناري والدمع جاري، انت ضلعك من كسر وانا يدفعني الشمر. آه 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 يما بعيد. آه 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 يما والأصعب مصيبة شفت بعيون الشمير يذبح حسيني، وخلى فوق الرمح راسه أو خيل تسحق على الصدور. عمي يا عيني خيل ورجال اعتنوني أو حرقوا بذاك الجمور كل صواويني، وأنا صيح ودمعي يجري راح من عند الخدير. يما عيني تسمع يما شتموني يما
يما ضربوني وويلا يما شتموني يما ضربوني لا كفيل ولا خدر واني يدفعني الشمر يما جاوبها الوصية الثانية قالت يا بني هذه أكفان ثلاث احفظيها عندك يا زينب. قالت وما قصة هذه الأكفان يا أمه؟ قالت يا بني اعلمي لما ماتت أمي خديجة نزل جبرائيل بأكفان خمسة من الجنة لأبي رسول الله قال هذه لك ولأهل بيتك، فكفن أبي خديجة بواحد منها، بقي أربعة حفظها رسول الله عندي. لما مات أبي رسول الله كفنه أبوك علي بواحد منها. يا زينب بقي ثلاث احفظيها عندك، إذا أنا قضيت قولي لأبيك علي يكفنني بواحد منها. ويبقى عندك كفنان احفظيهما لأهل البيت يا زينب. قالت يا أمه ولمن هذان الكفنان؟ قالت يا بني واحد لأبيك علي وواحد لأخيك الحسن. زينب قالت يا أمه وأين كفن أخي الحسن؟ يا حسين يا حسين يا حسين. حتى بمصيبة الزهراء كان الحسين حاضر بقوة. قالت حبيبتي زينب وأما أخوك الحسين يبقى بلا كفن ولا غسل ولا دف. لذا زينب من أرض كربلة تخاطب أمها تقلها يا حسين زينب أنا وقلب انكسار أرد أسولف لك رزايا بهالخبايار عن بني هاشم يا يمه والقمار وعن حسين شلون ضال بكربلة. زينب زينب يا زينب أرد أسولف لك على الصار وجرى ضلوع أخويا حسين كلها مكسرة وجسمه مسلوب الرداء فوق الثرى والعدو راسه يا يما شايله. يا زينب زينب يا زينب. يلا الخطاب لأبيها علي تقل له هذا راس وهاي ايد وهاي عين، يعني تصور للأشلاء بكربلة يا بهنا راس يا بهنا ايد يا بويا هنا عين طالعة بالسهم. تقل له هذا راس وهاي ايد وهاي عين وهذا عباسك بلا راس وإيدين وهاي جثة بلا غطاء هذا الحسين شاجبت قطعة سماء لابنك رداء. زينب يا زينب. يلا يا سيدة الوصية الثالثة قالت لها يا بني زينب، طبعا هذا تصوير شاعر الآن، ها ما تروح ذهنك لرواية، تصوير شاعر لكن شوف هذا التصوير. تقولها يا بني يا زينب سيولد لأخيك الحسين طفلة يقال لها رقية تموت أمها عند ولادتها. يا زينب إذا أدركتيها قبليها عني. يا زينب شميها عني
يلا الشباب اليوم طالبين هذا اللون، تقول له أمانة هالوصية تشمي لرقية يذبحون الطفولة بصحار الغاضرية. آه زينب زينب زينب، آه زينب زينب زينب، آه زينب زينب. اي بدت رحلة ألمها بولادتها يتمها، تموت امها يا زينب تصيرين انت امها. فراق يصعب يصعب يصعب، آه زينب 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 إلك. آه يسلبون الأرامل ويضربون الثواكل ويصيح انصيح وحدة دخلك يا ابو فا. يسلبون الأرامل ويضربون الثواكل ويصيح انصيح وحدة دخلك يا ابو فا. صوت ينحب ينحب ينحب، آه زينب زينب زينب، آه زينب. تقول أسماء دخلت فاطمة بعدما أوصت زينب إلى حجرتها وصارت تقرأ القرآن، وأنا أقوم بأعمال المنزل وأسمع القرآن بصوت فاطمة، وما أجمل القرآن بصوت فاطمة. تقول ما مضت إلا ساعة وإذا بصوت فاطمة انخفض انكسر قلبي. ما أدري فاطمة نامت سكتت كما قالت لي، ناديتها من خارج الحجرة يا فاطمة ما أجابت، يا أم الحسن والحسين ما أجابت، يا زهراء ما أجابت. دخلت الحجرة وإذا بفاطمة ممددة نحو القبلة، كشفت عن وجهها يا آجركم الله وإذا بها ميتة على هذه العالم. أيوة فاطمة وسيدتا، والله صاح يا قلب يا قلب ذوب وهل يا دمعي، والله يا دمعي على اللي ماتت وتصرخ يا ضلعي. نعم هكذا تقول، بكيت عندها ساعة وإذا بالباب يطرق، فتحت الباب وإذا بهما الحسن والحسين. ادخلا يا نور عيني، وضعت لهما الطعام، جلسا نظرا إلي يا أسماء أين أمنا الزهراء ومن أين علمت أننا نأكل دون أمنا؟ قالت يا حبيبي إن أمكما نائمة. قال الحسين هذا وقت عبادتها وليس وقت نومها. أحس قلب الحسين بالمصيبة، أسرع نحو حجرة أمه، تبعه الحسن. وصل الحسين كب على صدرها والحسن صار يفحص وجه أمه. علم الحسن أن أمه ميتة، وإذا بالحسين على صدرها ينادي أمه كلميني فأنا عزيزك الحسين.
ما أجابت. التفت الحسن إليه ونادى أخي يا أبا عبد الله، عظم الله لنا الأجر بأمنا فاطمة. ماتت ماتت أمنا، أمنا الزكية يا فاطمة، ماتت قهار من هضمة. والدنا صاح ضم القبور بس الحزين ما ضم. وشلون ما نحضر عزة وزينب توين يا يمه؟ علمتنا زينب على اللطوم بخدمها شافت لطمة. نوح وبكى وآهات، ما ننسى المصايب وفوق الحسينيات رايات المواكب. وكل ما تراف رفراية نشتاق للمشاية، عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية، عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية. اسمع الشاعر، الشاعر يقول: إذا أقيم مجلس للحسين العادة والمعروف تحضره الزهراء، لكن إذا كان المجلس للزهراء من يحضره؟ اسمع، يقول لك المجلس يقيم العزاء لازم تحضر الزهرة، لكن إذا الأم الحسن أم البنين تحضر. هلا هلا بأم عباس. كل مجلس يقيم العزاء لازم تحضر الزهرة، لكن إذا الأم الحسن أم البنين تحضر. وتصيح يا بني القمر لا تنسى ثار السطرة، وعباس يقوم بغيرته وبجفوفه يلطم صدره. الغيرة اللي عد عباس للمجلس تجيبه، يتعنى قبل الناس بيام المصيبة. واحنا الى عناية نشتاق للمشاية، عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية. يلا معي نختم. ها ما ينسى المكسور ضلعمنا الزكية، عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية. ما ينسي ما ينسي المكسور ظل عمنا الزكية، عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية. ومن بعيد كل قراية نشتاق للمشاية، ومن بعيد كل قراية نشتاق للمشاية. الشاية عدنا مثل عاشور عشرة فاطمية.